المستمعين تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا. شكرا لكم على وفائكم الدائم لنا نحن على امتداد سواتي مزماك العادة حتى الخمسة العشية في أجورا. اليوم نحكي على صلة الرحم والعلاقة مع العائلة سواء في الأيام العادية وفي المناسبات تكثر فيها الزيارات العائلية، لأن صلة الرحم ما زالت موجودة سيرتو كي نحكيو على العائلة الكبيرة، العلاقة ما بين أولاد العم أولاد الخال وغيره. فما اللي يقولك لا راهي ما عادش موجودة كما بكري، نقصت ضعفت شوية لعديد الأسباب، منها الخدمة منها البعد منها الوقت زاد اللي أصبح عند العائلات ما عادش موجود برشا للزيارات هذه. وفما اللي يقولك لا راهو اليوم ما زالت فما عائلات متشبثة برشا بصلة الرحم. 72 328 500 معنا سي فيصل بالتليفون. مرحبا. مرحبا بك يا سيدي بن عروس، تكلم فينا. مرحبا بك. عايش شوية حمودي. نسمع فيك سي فيصل. الحمد لله كنت نسمع البرنامج تاعكم على صلة الرحم وعلى الجار وعلى كذا، هو برنامج باهي بارك الله فيك. لكن ثم برشا اشياء تغيرت هذا الزمان. مثلا انا عندي ثلاث شهور حوال عندي كوش مخزع باع كوش نتاعو مثلا وخي كوش اخرى وتكا ربي، مجرد ان احنا بدينا في الترابو بلا شغال معناتها. سي فيصل كان سكر بحذاك الراديو باش نسمع بعضنا خاطر الصوت قاعد يتعاود. تفضل نسمع فيك. تفضل. حسنو الخونة هذي رسول الله سلم يوصي عن جار معناته يوصي على كذا، وقال رسول الله سلم لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من ما يجبش يكون مؤمن حتى يحب لأخيه بنفسه، هذا قياس معناته باش يقيس الإنسان نفسه وهل تراه من المؤمن حق ولا لا، معناته مؤمن حق ولا لا. تصور جاري معناته دخل مسكين تراكس باش يوصي يعمل شوية تو سواه كل واحد متعدي شنو دخلت تراكس او لاخر مع شنو هبط له لوسي او ما شنو شنو، حتى المحبه بغض سبحان ربي الاعلى، البغض في نفسه في مثل احنا سامحني حتى في التعبير. واحد جاء قال زوز معناته مجموعه زوز توانسة زوز ليبي زوز كذا كذا، كل واحد يطلب طلب والاخر يعطيه الضعف نتاع الطلب نتاعو. حتى انه وصل واحد تونسي قال له شنو طالب انت باش تعطي صاحبي معناته تونسي الاخر شنو الضعف اللي طلبته انا، قال له انقب لي باهي. سي فيصل هذه علاقتك بجارك، علاقتك بالعائلة الكبيرة كيفاش تراها انت؟ الحمد لله رب العالمين، انا عندنا بالدار امي، انا دار امي لوتا وعندنا اسم الفوق. الحمد لله انا بطبيعتي كل فضل ربي معناتها كل يوم نطلع على امي، اخواتي البنات معناتها ديما يطلعوا على الوالدة. تشوفهم ديما؟ لا الحمد لله تقريب يومي معناتها. تربيتوا هكاكا معناتها فيصل معناتها تطلعوا على بعضكم معناتها ولا؟ اي نعم الحمد لله رب العالمين. ثم شويه النساء ما تدخل في العائلات تحاول تغير، ولكن لله الحمد معناتها احنا لا نبالي، قال ديما الاولاد اخوات ديما السلام عليكم ديما شايفين مع بعض. واضح ثم تغيرت شويه ممكن فهمنا في الدين كذا واحد. هو حتى ما غير دين الاصل في الانسان كي يجي اخوك مثلا وجاي مش يطلع على اخوه الكبير ولا اخوته ولا كذا، ما عندوش صغار ولادته معناتها ولاد خوه صغار برشا مثلا نتاع 5 سنين 4 سنين 3 سنين. مجرد اني دقيت الباب ما لقيتش خويا علاش قاعد انا داخل في الدار معناتها مرت خويا وحدها، حتى بقطع النظر الدين. عاديه الحكايه ترجع شنو كان شي اخويا مش موجود بحكم كوني انا زوجتي معناتها الحمد لله متنقبه وكذا فهمت، تغير شويه الحال خويا معناتها تغش وبعدوا عليك شويه ما تقبلوش الوضع معناتها كيفاش كنا في الباب دارنا باب عربي مثلا يجبد الخيط يدخل مباشره طوال يهمزك معناتها ما يدخل يدق الباب حتى يدخل. دونك قاعده العلاقه باهيه سورتو كي نحكيو على دور العائله لهنا، هو المهم برشا بانه يخلي العلاقات سواء مع الـ مع الـ مع الاخوات والا مع العائله الكبيره. شكرا لك بارك الله فيك سي فيصل. شكرا لك. نكملوا مع التليفونات. معنا ناهد. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بيك، تحيه ليك. مرحبا بكم يا عيش. يعيشك. دونك ناهد من قلعه لندلس. مرحبا بك، تفضل نسمع فيك. صلة الرحم. صلة الرحم تفتت مشات بعد الوالدين وبعد الام والبو، تتفرق الاخوات كل واحد يمشي للبلاصه ويوليوا يعرفوا بعضهم ويشوفوا بعضهم. كانت عارف الانترنت كانش في الانترنت يحكيوا هكاك يشوفوا تصور بعضهم، مغميسك اللمه نتاع العائله تولي الدار نتاع البو ما عاد تقابلوا فيها. احنا قصتنا هكا هذه هي. كيفاش تبدلت معناتها؟ في رغمتي حتى حد ما عاد تقابلوا مع اخواتي، عندي خويا في الخارج يجي مره في العام ما يجيناش، يجي للبلاد وما يجيش ما يطلش على اخواته خاطر هو لبس عليه يحتقرنا.
يحب الناس وما يجيني تكلموا انت تكلموا حتى في صورة ما اذا تقابلوا اكيد بش يخلي واحدة يبكي فينا. نعرف احنا بالنسبة لنا احنا تربينا في مع ابو عظيم برشا ومع ام عظيمة برشا, اما احنا تشتتنا بالحق بعد بابا وامي ما عادش اللمة متاع العائلة ما عادش اللي نتمناها شخصيا معناتها حطيتها في اولادي يتلموا مع بعضهم. عندي 4 بنات معرفين وعندي 7 احفاد ما شاء الله يتلموا مع بعضهم يحبوا بعضهم. كي تبدا واحدة باش تجي نكلم الاخرى باش تجي اختها يحبوا بعضهم ديما يتكلموا مع بعضهم ديما يتقابلوا. هذيك الحاجة اللي فيا نحبها في اولادي خاطر شكون يحس بها انا بركة كهو. نحب نتلم مع اخواتي نحب نمشي لدار بابا نحب لما نتاع الخويت وحدها راهو ريت فما مثل يقول لك جارك القريب خير من خوك البعيد. ليه بيتي هو ينطبق اما مستحيل ينجم يكون جارك كيما خوك راهو ما ينجم حتى حد يعوض بلاصه الخو ما فماش راهو خويا كي نبدا نمشي ندور وشوف الكرهبه نتاعو وما يكفت ليش عندها قيمة كبيرة ما عرفش إحساس ما نعرفش حسه مع ذلك تقابل الناس الثنية يدور وجههم من العلاقة. خويا كي راني في الثنية وما يكلمنيش هيك بالحق تحسها برشا توا بالنسبة لينا احنا عائلة متشتة احنا تبركنا 9 اخوات وتربوا بهينا رانا احنا متربين وطيبين وكل شيء انا ما نتقابلوش ما نشوفوش بعضنا اولادنا ما يعرفوش عندي اولاد اخواتي ما يعرفهمش. عندي اخويا استاذ اسمه صبري الجزيري في بنزرت ما نعرفش اولاده والله لا نعرفهم. عنده بنت في روسيا ما نعرفوهاش ما نعرفوهمش ما نعرفوش هذا كان يقابلني ولد خويا والا ولد اختي ما نعرفوش كي يشوفني ما يعرفش اللي انا عملته انا ما نعرفش اللي ذيك ولد. حاولت انك تعرف حاولت انتم ما تعرفوا معناتها في العائله اي نحاولوا كلموهم ما يهزوش علينا ما عندناش كونتاكت ديما حتى نعرفش حتى ولادنا يحبوا عندي العائله الكبيره معناتها دخلت في الموضوع هذا ولا لا معناتها في علاقتك مع ولاد خالك ولا اخوالك ولا عمومتك ولا غيره؟ والله كل واحد على روحه نفس الحكايه ما نعرفوش بعضنا راه رغم اللي احنا عائله كبيره ومعروفين وكل شيء وناس باهين وكل انا عندنا تفرقه كبيره في العائله ما نعرفش ما عندناش لما نتاع العائله ما فماش لما كل فما احساس راه قوي برشا لما العائله الخويت مع بعضهم يبداو الكل مع بعضهم ولادهم مع بعضهم. احنا كنتلموا تو في دار بابا حتى عينيك اكثر من 60 الاولاد والاحفاد تبارك الله عندنا الثالث جيل انه اولادي واولاد اولادي واخواتي واولادهم نفوتوا 60 عبد ما نعرفوش بعضنا بالكدا ما فديش كذا ونحبوا بعضنا نحبوا بعضنا. انا ما فماش ما عادش بعد بابا وامي يجي حتى الدار سامحني دار نتاع بابا فدولها منظرها عندي خويا جي نحسترها خذيه تقول لها كي نمشي للدار ونخزر لك المنظر فما حنين لك الايامات فما حنين للماضي فما حنين لك الذكريات. ندخل دار بابا عندي الجنة لا يمثل والله دار بابا خاصة كي شفتها هكاك كتبت هكا كلمات على دار بابا نجم نقولهم لك شنو معناتها كلمات شعر تنزل ايه هكيكا كل وصف مسيش بيعجالة عايشة كيف في صافي صعي زئت منزل والدي فصدمت لما رأيت حجبوك بجدار فتواريت اين بابك وشموخك اين بابك العالي يا بيت ليس هذا منزلك يا ابي الذي فيه تربيت لو رأيته يا والدي لقلت بأس ما رأيت يا من بنيت الجدار ألم تخسل من أصحاب هذا البيت جئت منزل والدي لم أبكي على أحبابي الذين فارقتهم لكن على البيت بكيت. يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعطيك الصحة إن شاء الله تتقابل إن شاء الله تتقابل يعيش إن شاء الله إن شاء الله. الحياة لحظة راي الحياة لحظة تفاصيل صغيرة لحظة محبة لا أكثر ولا أقل واضح
والله شكرا لك، بارك الله فيك، ان شاء الله وصل الميساج نتاعك. تحيه ليك مدام ناهد، يعيشكم. دونك انتم زاد 72 328 500 على ذمتكم كالعاده، تخليوا لي كومونتير ميساجاتكم على الباج فيسبوك راديو ميتينزيو، الباج البرنامج اغورا.